إذا في حديث عن أمنا عائشة، أمنا عائشة إيه؟ أجاها أحد التابعين يقول لها: يا أمة، ألا تنظرين إلى هذا الرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد على الخلافة؟ مين قصده؟ معاوية وعليا. هذا الطريق قال جاي نازع واحد زي علي على الخلافة قال. وطبعا هالدليل لنا إيش؟ أنهم لا يسمون الطلقاء إيش؟ صحابة. قال ألا يعني ترين هذا إيه؟ إلى هذا من الطلقاء ينازع أصحاب محمد على الخلافة؟ قال: وما تعجب من ذلك، إنما هو سلطان الله يؤتيه الله البر والفاجر، وهذا من الفجرة الله أعطاه. وقد حكم فرعون قاتله في الأخير، وقد حكم فرعون أهل مصر 400 سنة، وهو فرعون الكافر. بصير يعني مش معنى أن إنسان يكون إيه خليفة أن إنسان صالح، لا لا لا، قد يكون إيه فرعون. فالمهم موضوع طويل. فصار إيه عندك سنة جديدة هتفهم في درس الجيم بأي بعض المعاني الأخرى إلى عادي السنة هذه. وفي هذا الإطار كما قلت لك صار عندنا موازين جديدة في التعديل والتزكية بالجملة ما شاء الله وبالتفصيل. لذلك شفنا صرنا نشوف أشياء غريبة عاد. أحاديث الإمام علي في أحاديث مفصلة عددها بالضبط في غير الإمام علي. يا أخي مش ممكن النبي تناقض مع نفسه؟ لا، معناها في نوع من المكايدة الأموية، كل فضيلة لعلي لابد أن تنزع وتوضع لغيره. وتبحث عن هذا الحديث بعض يكون إيش في الصحيح عندك هاي المشكلة. بتلاقي في الإسناد إيش كما قلت لأخوك إبراهيم المرة هذيك، تلاقي في الإسناد إيه نواصب خالد بن عبد الله الناصري نواصب هذا المتهم بها. الناصري تقيل عليه إنه في إيش فضيلة علي، خذها وأعطيها له، بكر أعطيها له، عمر أعطيها له، عثمان أعطيها حتى لمعاوية، وحتشوف حديث فضائل معاوية ما شاء الله. اللهم اجعله هذه مهديا إذا وليت فعدل يا معاوية. سنة سنة معاوية إذا وليت إيه فعدل، اللهم اجعله هذه مهدية كذا. قال كبار العلماء: لم يصح في فضل معاوية حديث. طبعا هذكرها كلها بالأسند وبالتخريج ونثبت لك كيف أنها غير صحيحة، ولا واحد صحيح، ولم يصح فيها حديث. بل قال العلماء أصح ما ورد فيه: لا أشبع الله بطنه. وطبعا النواصب كبر عليهم الحديث هذا، فإيش قالوا؟ لازم نحوله ونلعب فيه بأي طريقة حتى إيش نثبت أنه فضيلة له، فضيلة له، مع أنه مسلم أورده في الصحيح يعني ابن عباس بالسند المتصل وفهم أنه ليس فضيلة، وأورده في فضائل الصحابة، لكن قال باب ذكر معاوية